أطفال حرمتهم قسوة الحياة أبسط حقوقهم، منهم من ولد في بلده إبان الحرب، ومنهم من عاش الفقر فيه، فبات فرح العطاء لهم هو الذي يعكس حقيقة معنى عيد الميلاد. هنا في مسرح جامعة القديس يوسف في المنصورية شارك نحو 1000 طفل قدموا من شمال لبنان إلى جنوبه في مسرحية نقلت إليهم فرح الأعياد. وصلنا زمان ما حضرنا لك مسرحية، هلا اجت بوقت فرحنا. من ابو سمره حرم مسرحيه كثير حلوه. انا من سوريا بس يعني بفرح انه بس شوف اولاد بلدي عم ينبسطوا. انا يا اخو من وين جاي؟ من الرواشات. نحن جايين من البتلون. ميرسي للفرح العطاء. ليش؟ لانه كان المسرح كثير حلو. رقصونا انا ولعبونا رح يعطينا كادو. سنوياً تنظم جمعية فرح العطاء نشاطات ميلادية تخص بها أطفال أكثر المناطق فقراً في لبنان الذين قد يصل عددهم إلى 1000. لكل الطوائف، لكل الأديان، لكل المناطق اللبنانية، نحن محب نكون قلبنا مفتوح وحب اللبنانية كلهم يكونوا نفس الشيء، يعني عايشين على نفس الروح، نفس المبادئ، وننقلها للأولاد والأولاد يكبروا على هيدا المبادئ. نادر وزينب تعرفا إلى فرح العطاء وكبرا في هذه الجمعية، وهما اليوم يربيان طفلتهما على المبادئ نفسها. بلشت ولد مثل هدول الاولاد، هلا كنت بال 94 بلشت ولد ونشأت بفرح العطاء وكبرت بفرح العطاء، وصرت انا اسلم نشاطات ونعمل مخيمات للاولاد. كل سنه بنعمل حسابنا انه حنجي ليحضروا ويكونوا ويتعلموا. بفرح تفاعل الأطفال مع مسرحية تحمل أبعاداً تثقيفية، إلا أن فرحة من يبادر إلى العطاء تكون الكبرى. أحلى شيء بهالعيد إنك تشوف البسمة مرسومة على وجوه هدول الأولاد. كل شخص بيوقف على المسرح قدام العالم بنبش عليه هو إنه يكون الببليك مبسوط. فكيف إذا الببليك هن ناس مميزين مثل الأولاد يلي كانوا اليوم هون؟ فيمكن من أحلى الشويات اللي عملتها هي هيدا الشو اليوم. هو العيد بكل ما يحمله من ترفيه وتسلية، إلا أن كلمتين تختصران الحكاية: فرح العطاء. جوال الحاج موسى، قناة الجديد.